الآن إلى السودان، حيث شهدت العاصمة الخرطوم مظاهرات للمطالبة بعودة الحكم المدني وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. خرج المتظاهرون بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة الشعبية تحت شعار مليونية المعتقلين تعسفيا في أحياء المدينة وفي مدينتي بحري وأندرمان. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان عبد الفتاح البرهان قد قال إنه لن يسلم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي. من جانبها أكدت واشنطن أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد العسكريين السودانيين إذا استمرت أعمال العنف، بما في ذلك زيادة تقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني وعزل الشركات الخاضعة للسيطرة العسكرية. لا تسليم للسلطة في السودان إلا بشروطنا. بهذه الكلمات يتحدى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان معارضي انقلابه على الحكومة المدنية، يؤكد أنه لن يسلم كرسي الحكم إلا لشخصية تأتي عبر الانتخابات أو بالتوافق السياسي، ما يعني إطالة زمن الفترة الانتقالية. نحن يجب أن نحافظ على هذه المسؤولية ونحافظ على هذا الوطن وما نسلم الأمانة اللي استلمناها إلا لأيدي أمينة. أيدي أمينة، أيدي أمينة عندنا اثنين فقط في حالتين، الأيدي الأمينة ديل يا عن طريق الانتخابات أو عن طريق وفاق وطني يجمع كل السودانيين، خلاف ذلك ما عندنا حاجة ولا عندنا شيء نقدمه لدول ثاني. بالتزامن مع تصريحات البرهان يواصل السودانيون دعواتهم للتظاهر السلمي، أملهم أن يكسر غضب الشارع وإصراره شوكة العسكر ويرغمهم على إعادة السلطة للمدنيين. فبعد أكثر من 3 أشهر على سيطرة الجيش على الحكم لم تهدأ التعبئة الشعبية في السودان رغم مواجهات الأمن التي أوقعت لحد الآن نحو 80 قتيلا بين المتظاهرين. عنف السلطة دفع الولايات المتحدة إلى تحذير السلطة العسكرية الحاكمة في الخرطوم باتخاذ إجراءات إضافية ضد قياديها تخص المساعدات، بما في ذلك زيادة تقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري وعزل الشركات الخاضعة لسيطرة الجيش. تستمر إذن أزمة السودان بين جيش متمسك بكرسي السلطة وشارع غاضب مريد للحرية والديمقراطية، وبينهما مجتمع دولي لا يملك من أوراق الضغط ما يكفي لإزاحة العسكر من حكمهم، ليبقى مصير البلاد رهين مآل المستقبل المنظور. من الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا تيجاني خضر. تيجاني، ضعنا في صورة آخر التطورات بما يتعلق بهذه التصريحات الصادرة عن قائد المجلس العسكري وكذلك ما يتعلق بالمظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم. نعم زاهر، دعني أبدأ معك بالتظاهرات. مدينة أم درمان هي التي كانت حاشدة، ولم تكن تظاهرات بالمعنى المتعارف عليه، ولكن كانت اعتصام ليوم واحد دعت له لجان مقاومة تنسيقية أم درمان القديمة. وبالفعل توافد عشرات الآلاف من المشاركين في هذا الاعتصام، وكانت أغلبهم من النساء والشابات. تواجدوا أمام منزل الشهيد محمد يوسف، آخر ضحايا القتل العمد في التظاهرات الأخيرة التي كانت في 30 من يناير. تجمعوا ورفعوا شعارات تنادي بالقصاص وضرورة محاسبة المجرمين أو من أسموهم بالمجرمين المتسببين في مقتل الثوار السلميين. ولكن هذا الاعتصام لم يدم أكثر من ساعتين، إذ توافدت قوات أمنية كبيرة وبدأت مباشرة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، واقتحمت سياراتها المكان في محاولة لتفريق المعتصمين أمام منزل الشهيد محمد يوسف. وبالفعل وقعت عدد من الإصابات، ربما حتى هذه اللحظة هي 3 إصابات لم نتأكد بعد من نوعيتها، ولكن قد تم فض الاعتصام بواسطة هذه القوى الأمنية، وهو أمر درجت عليه القوات الأمنية لمهاجمة أي موقع للتظاهرات أو للتجمعات سواء كان في أم درمان أو في الخرطوم التي شهدت هي الأخرى تجمع عدد من محدود من المتظاهرين أمام شارع القصر المؤدي للقصر الجمهوري، أيضا تم تفريقهم بالقوة. شكرا جزيلا لك تيجاني خضر مراسلنا من الخرطوم.